أكد مصدر أمني في محافظة شبوة للغد المشرق أنه تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه ناقلة نفط بميناء قنا في محافظة شبوة. وأكد المصدر الأمني أنه نتجت عن إسقاط المسيرة الحوثية إصابة مواطنين بجروح طفيفة كانا يتواجدان في المكان، علما أنه لم يحدث إسقاط الطائرة أضرارا مادية تذكر في الميناء، وأنه يتم اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية في المكان. ويذكر أنه يتم استخدام ميناء قنا لاستقبال سفن الوقود لصالح محطة كهرباء شبوة وبعض محطات الوقود التجارية.